دقيقة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على موجات راديو مال. عام وبعض الأيامات منذ انتشار وباء الكورونا في تونس، ومنذ بطبيعة انتشار الوباء في تونس انطلقت، مع انطلاق انتشار الوباء هذايا انطلقت الأبحاث حول هذا الفيروس وحول المستجدات متاعه. وبطبيعة عنا من الكفاءات في تونس ومن المؤسسات والمراكز والمخابر الكثير والكثير اللي قاعدين يقوموا بالأبحاث يوميا على هذا الفيروس وعلى التغيرات اللي يشهدها الفيروس هذايا في تونس. ونعرفوا أنه في برشا مفاجآت وما زالت المفاجآت قاعدة تصير. مؤخرا تتواصل الاكتشافات الجديدة حول هذا الفيروس في تونس من خلال الأبحاث اللي يقوموا بها بعض الباحثين والمختصين، منهم مخبر أساليب الغربلة الجزيئية والخلوية بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس، اللي المركز هذا كان تذكروا كنا حكينا منذ أشهر فاتت حول نجاحه في تحديد وقتها السلسلة الوراثية الكاملة لسبعة سلالات للفيروس المتسبب في كوفيد 19. ومؤخرا أبحاث جديدة توصلها المخبر هذايا، من بينها أنه ثم توانسة مرضوا أكثر من مرة بالكورونا في تونس وبسلالات زادة مختلفة. هذا باش يطرح برشا أسئلة وبرشا حكايات نحبوا زيدوا نفهموها، وجزيئات ومواضيع وتفسيرات علمية حول هذا الفيروس وحول آخر الاكتشافات، نزيدوا نحكيوا معها فيها أكثر مع سيد أحمد الرباعي، هو باحث بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس ومنسق مشروع البحث الإلافي حول جينوم فيروس كوفيد 19. مرحبا بك سيد أحمد. مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بك المستمع ومستمعات الإذاعة. شكرا لك، فضلك سيد أحمد. دونك خلينا ننطلق من آخر الأبحاث وآخر الاكتشافات بخصوص، رغم أنه الحالات نادرة اللي صارت في العالم حول إصابات مرتين بالكورونا، لكن في تونس صارت حالات، وزاد الأكثر من هذا أنه بحالات وسلالات مختلفة في كل مرة. أي هو معناها الطريقة الوحيدة فعلا هي لتأكد أن الإصابة الثانية هي فعلا إصابة ثانية أنه نحل السلسلة الوراثية الكاملة ولا الجزئية أحيانا تكفي الإصابة الأولى لعينا من الإصابة الأولى ولعينا من الإصابة الثانية. وإذا لقيناها من سلالتين مختلفتين فبكل تأكيد نجم نقوله أنه تم إصابة ثانية معناها، وهذا هو المعمول به في العالم، معناها مش أحنا اللي عملنا يقولوا المقاييس المعتمدة عالميا، هو باش نتأكدوا انها فعلا إصابة ثانية لازم تحديد السلسلة الوراثية الكاملة، وهذا ما قمنا به معناها كما تفضلت وقلت على أربع حالات اشتبه انها إعادة إصابة في صفاقس. من الاشتباه تعدينا للتأكيد عبر تحليل السلسلة الوراثية الكاملة ونلقاو فعلا انه الإصابة في الأولى عند الأربعة مرضى كانت الإصابة الأولى كانت بسلالة معينة والإصابة الثانية بسلالة أخرى مختلفة عنها. هذا حاليا كما قلت معناها في العالم ثم إلى حد اليوم وآخر النتائج تو كنت نشوف فيها 63 حالة، آخرها حالات 6 حالات في شهر مارس، 5 حالات من أمريكا وحالة من البرازيل. هذم أول 4 حالات في تونس تأكدنا من أنهم فعلا صارت إصابة. من 63 حالة في العالم عندنا 4 حالات في تونس، هذا مش زاد وجدد مبدئيا خلينا همش في قاعدة البيانات الدولية، لكنهم تعرفنا عليهم من الأسبوع الفارط وما وإحنا ما مش نصعوا باش انهم يدخلوا في قاعدة البيانات الدولية. قبل ما نمشيوا للسلالات هذوما الزوز والنوعية متاحهم شنية بالضبط، فقط الإصابات هذوما كانت ثم فترة زمنية معينة، لأن يقول لك نجم يمرض لكن بعد مثلا ما اللي مرضوا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ الانتشار في الـ في الـ في الموجة الأولى ينجموا يفوتوا تقريبا 7 شهور 8 شهور 9 شهور على أقصى تقدير، اللي هي ربما الفترة متاع المناعة اللي يقولوا نجم تقعد في البدن بطبيعة ونجم يمرض. هل ثم فترة معينة وإلا كانت الفترة قريبة في الإصابة، معناها شهرين 3 4 ما بيناتهم، قديش الفترة بين الإصابة الأولى والثانية؟ معروفة عالميا معناها إذا نرجعوا لديما القاعدة المرجعية اللي موجودة عندنا 63 حالة مؤكدة تقريبا معدل الفترة بين الإصابة الأولى والثانية هو 100 يوم، 97 يوم تحديدا.
ثم تتراوح إذا نرجع ناخذ وإحنا الحد الأدنى والأقصى تتراوح بين شهرين إلى سبعة أشهر، هذا مع 63 حالة. إحنا بالنسبة للعينات الأربعة اللي عملنا لهم التحليل الفترة بين الإصابة الأولى والثانية تتراوح من 60 يوم شهرين إلى تقريبا 120 يوم أربعة أشهر، معناها يتسمى تعتبر فترة قصيرة ولكنها في المعدل اللي موجود في الحالات العالمية، ما هيش مختلفة بصفة كبيرة. جستو معناها المناعة لهنا ما عادش عنا معناها تاريخ معين للمناعة، ما عادش نحكيه أنه المناعة في الجسم. شوف ما نجموش إحصائيا نبنيه على أربع حالات باش نعممه على الكل، احنا الاربع حالات هذوما وحتى 63 حاله اللي موجودين في العالم، دونك اذا تحسب انت 63 حاله على تقريبا 115 مليون الى اليوم، ولا اربع حالات على 200 الف ولا اكثر من 200 الف مصاب في تونس، تبقى هذه حالات نادره. السبب انه متاع قصر المناعه اللي عند الاشخاص هذوما ربما ووارد جدا انه يكون مرتبط خلل في المناعة سواء مكتسب أو وراثي، وهذا تقريبا نفس النسبة إذا ناخذوا كما قلت أنت 63 على 115 مليون، هذا النسبة متاع واحد على 10,000. معناها يعني مرتبط الأشخاص خصوصيات متاع عندهم خصوصيات المناعة متاعهم قصيرة المدى ولا فيها خلل من نوع ما. أي به ولا بربي ولا تقريبا فترة معناها ولا شهر وقتاش ما بين الإصابة الأولى والإصابة الثانية، خذيته من الموجة الأولى مثلا من المارس حتى لا هما هذوما الأربع حالات كلهم الإصابة متاع أول واحد معناها في سبتمبر وآخر واحد يظهر لي في ديسمبر وعود في جانفي، دونك هذوما أول في فيفري معناها في الفترة المتراوحة نقول وإحنا من سبتمبر إلى غاية جانفي. باهي نجيو إلى الموجة الثانية، هذا ما يسمى بالموجة الثانية. باهي نجيو إلى السلالتين المختلفتين، هما في كل الحالات اللي أصيبوا مرتين زوج سلالات مختلفين. نحكيو لهنا على السلالات البريطانية جنوب أفريقية برازيلية ولا السلالات التونسية 100%؟ لا من حسن الحظ انه ما عندناش في الاربع حالات هذوما اصابات سلالات ما يعرف المتحوره اساسا، نحكي على البريطانيه البرازيليه والجنوب افريقيه، هذوما الاصابه الثانيه الاصابه الاولى باختلافها، خاطر نقينا مثلا في الاربع اصابات مش نفس السلاله اللي اصابتهم في المره الاولى، لكن في المره الثانيه على عكس المره الاولى نلقاو نفس السلاله اللي اصابت الاربع مرضى وبالتسلسل في المره الثانيه نفس السلاله للاربع نفس السلالة الأربعة، وربما ثم تفسير أحصائي هو نجم نقوله خاطر هذه السلالة المنتشرة أكثر في تونس اليوم. هي سلالة تعرف بالسلالة B160 هذا الرمز نتاعها السلالة، ما هي السلالة ما يعني مخترة بالمعنى كما السلالة البريطانية نقوله ولا السلالات الأخرى، لكن عندها خصوصيات عندها خصوصيات ما بعنا ما خلوش في التفاصيل التقنية شوية، عندها خصوصيات في الطفرات الموجودة على مستوى البروتين اس نتاع الغشاء الخارجي نتاع الفيروس، زاد عندها خصوصيات في طفرات في جينات أخرى على مستوى الخطورة وإلا الانتشار. على مستوى الخطورة والانتشار ما سمعش معطيات إلى حد اليوم تدل أنها أكثر انتشارا من السلالات الموجودة ولا أكثر خطرة من السلالات الموجودة. ما اللي نعرفوه فقط أنه بكي حللنا المئات عينة المتوفرة واللي تخدمت في تونس المئات مريض، ما مش كان احنا عملناها، ما احنا تقريبا عملنا ثلث نتاعها، ما احنا إلى حد اليوم عندنا 35 سيكونس كاملة نتاع الجينوم، وزملائنا في معهد باستير في شارل نيكول زاد وفي المستشفى العسكري عملوا دراسات أخرى. لما كي نجمعوا هذو العينات كل تقريبا 100 عينه نلقاو انه من 100 عينه 20% منهم مرضوا بالسلاله اللي كنت نحكي لك عليها B160 وهي السلاله الاكثر انتشارا في تونس، احصائيا تعتبر السلاله الاكثر انتشارا في تونس. اذا كنا نحكيوا لهنا تقول لي في شهر ديسمبر وتسجيل زوج سلالات هذوما، معناها لهنا ثم امكانيه كبيره اذا كان ما نقولوش انه متاكدين انه اكتشاف سلالات جديده في تونس كانت منذ مده، مش كان في الفتره اللي فاتت، خاطر الفتره اللي فاتت وقت خرج الحديث على المصاب
الخطاب نتاع باردو المرسى، وقت قالونا ثم سلالات جديدة بطبيعة مختلفة على السلالات القديمة، هي سلالات تونسية. إذا كنا نرجع للنتائج نتاع الأبحاث هذه، معناها احنا في تونس سجلنا سلالات جديدة منذ فترة، مش كان المدة اللي فاتت ما كناش فايقين بها وكهو، ولا الأبحاث نتائج الأبحاث ربما خاطر وخرت شوية لأنه تتطلب مجهودات هكا. هو بحكم أنه الإمكانيات نتاعنا ما تسمح لناش كما العدد بالبلدان المتقدمة أنهم يعملوا التسلسل الجيني الكامل للفيروس كل أسبوع ولا كل شهر، هكاك يمكن متابعة ظهور السلالات وتطورها. لكن احنا للأسف إمكانياتنا سمحت لنا أنه نعملوا تقريبا كل شهرين ولا ثلاثة أشهر معناها تحديد السلسلة الوراثية الكاملة للفيروسات، وبالتالي لا نجمو نقولوا أنه السلالة البريطانية كانت موجودة قبل، ولا نجمو أنه معناها ظهرت كانت والسلالة التونسية. السلالة التونسية ظهرين نتأكدوا. السلالة التونسية بحكم أنه حتى اللي عملناهم في شهر أكتوبر سبتمبر نلقاو فيهم السلالة ب 161 سمحني موجودة، دونك كانت موجودة، ما هيش سلالة جديدة ما ظهرت، ما نعرفوش بالضبط في أي وقت بدأت تظهر، لكنها من شهر سبتمبر أكتوبر ظهرت عنا في تونس. وإحنا عنا المعلومات الكاملة على السلالة هذه فيما يتعلق بتجاوبها مع اللقاح دكتور، معناها اليوم إلى حد الآن معناها هذه سلالة عنش مقوله بين ظفرين عادية، وبالتالي معناها ما تماش ما يدل على أنها ما أكثر خطورة، وبالتالي اللقاحات موجودة تحمي منها، معناها ما تماش إشكال في هذا الصدد. حتى السلالات المتحورة البريطانية خاصة والجنوب أفريقية، البيانات الأولية اللي خرجوها المخابر اللقاحات تدل على أنه اللقاحات مش واجدة حاليا سيتم استعمالها قريبا تحمي من السلالات هذه. وتوا هذوما مثلا اللقاحات، عندكم معلومة على قديش ينجم نسبة الفترة متاع المناعة قديش توفرها إذا كان هنا جسم الإنسان اللي هو ظهر لي أكثر معناها توفيرا للمناعة حتى من اللقاحات في بعض الحالات النادرة عجز على أنه يوفر فترة طويلة متاع مناعة للجسم، فما بالك بالتلقيح ثم فترة معينة 6 شهور عام كيفاش تصير؟ هذا معلومة تقريبا ما نعتقدش تم واحد حاليا يجمع فيها لك، لأن ما زال مع الناس الركيل الضروري باش نعرفوا أن المدة اللي تحمي. لكن الدراسات متاع اللي مرضوا في معناها في الصين خاصة شهر ديسمبر متاع 2019 وبعد جانفي إلى آخره تدل تقريبا أنه دراسات المناعة المكتسبة بعد الإصابة المعدل متاعها بين 6 و9 أشهر. تو مش نشوفه فعلا مش تبدا موجه اللقاحات، احنا بعد اشهر مش تتم متابعه يعني الحمايه اللي تكسبها اللقاحات هذه، ومش نعرفوا بالتحديد قديش مدتها، لكن ما ناخذوش كمعيار احنا الحالات الاستثنائيه نتاع اعاده الاصابه كما قلت هي تبقى حالات نادره اللي هي مرتبطه اساسا بوجود خلل وراثي عند الاشخاص هذوما، لكن معناها الحذر واجب انه نشجع الناس على التلقيح. ما هو مؤكد انه اللقاح حتى اذا ما يحميش بنسبه 100% مش يحمي بنسبه 90 او 80 او 60%، يعني حتى الاصابه بعد التلقيح مش تكون اخف من اصابه بدون تلقيح. معناها ثم امكانيه انه ما يكونش فيه حمايه 100%. هما اللقاحات حتى الارقام اللي اعطتها المخابر في اللقاحات اكثرها 95% ظهر لي 95 ولا حتى في حاله اللقاح الصيني اقل برشا بنسبه 60%، فماش لقاح يحمي بنسبه 100%. يعطيك الصحة، شكرا لك سيد أحمد الرباعي على كل هذه المعلومات وتوضيحات، ومرة أخرى شكرا لكم أنتم الناس اللي تخدموا زادك كيف موجودين في المخابر هذه وقاعدين تخدموا على الأبحاث والدراسات المتعلقة بالفيروس هذا اللي قاعدين نكتشفوا في كل مرة في حاجة جديدة فيه وحاجات غريبة، وما زلنا نكتشفوا في برشا أسرار قاعد يفاجأ فينا. دونك عندنا من الكفاءات الكثير في تونس وعنا من الناس اللي عندهم الخبرة اللي قاعدين يخدموا وقاعدين يقدموا بالبحوث والدراسات حول هذا الفيروس الغريب العجيب. شكرا لك مرة أخرى سيد أحمد الرباعي، باحث بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس ومنسق مشروع البحث الإلافي حول جينوم فيروس كوفيد 19. احنا الموسيقى ونرجع بعد شوية نعطيكم اسم الفائز أو الفائزة لليوم في الكادو متاعنا بطبيعة، ونختموا موجة الصباح لليوم.